خلوني هنا أنا أعرج على قضية. أكو بعض الرجال يريد يأذي مرته، يقول ترى أتزوج عليك، يريد يأذي مرته ترى أطلقك، يريد يأذي مرته ترى أطردك. ما يجوز ترعب زوجتك على شنو؟ حتى لو بالمزاح. شوف رب العالمين وهو الذي خلق النبي وأهل بيته، وهو الذي خلق الخلق، يوم القضية توصل فيها غيرة للمرأة يتجنب ذكرى الحور العين. لا تفكر أنه إذا تتكلم ويا مرتك وتقول راح أتزوج عليك هذا شيء بسيط حركت به لسانك، لكن عند الله كبير. أنت جرحت قلب، أنت كسرت قلب. هذا مو فن، أن تكسر قلب مستضعفة جعلت مصيرها معك. شوف الرجال ما يربط مصيره بمصير مرته، بس المرأة تربط مصيرها بمصير زوجها. إذا تصعد تصعد وياك، تنزل تنزل وياك، تصير غنية تصير غنية، تصير فقيرة تصير فقيرة. ربطت حياتها بحياتك، ليش تأذيها؟ ليش ترتاح يوم اللي تشوف هي متأذاية؟ هذه مستضعفة. آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرأة واليتيم، لأن المرأة مهما كانت أكو استثناءات في الكرة الأرضية، المرأة تتجبر تتكبر، لكن بشكل عام المرأة مستضعفة تحت قبضة الرجل، والرجل يؤذيها وإلى آخره. فشوية ديروا بالكم في هالمسائل، خاصة في العلاقات الزوجية، إنها إنسانة أنت اشتركت معها في إدارة الحياة، أنت مسؤول كما هي مسؤولة. بعض الأزواج يقولون التربية شغل المرأة، لا، التربية شغل الرجل في الدرجة الأولى، التربية شغل الرجل، والمرأة مشاركة. يريد يدب الحمل كله على مرته، أنت لازم تربين الأولاد. نعم، هي لازم تربي بمقدار 50% وانت لازم تربي بمقدار 50%. فإذا تركت الأولاد للمرأة أن تربي فأنت لم تؤد ما عليك، غير اللي حملت واحدة ثانية خطية حملك. هذا ما يصير. التربية شغل الرجل. دخل النبي في مسجده ذات يوم وقال ألا لا يسبن أحد منكم أباه. في الجاهلية هواية كانوا يهتمون بآبائهم، آبائهم فشي مقدس عندهم، كانوا يعبدوهم، كانوا يعبدون أجدادهم. فالنبي قال ألا لا يسبن أحد منكم أباه. قالوا يا رسول الله، وهل هناك أحد يسب أباه؟ قال نعم. إذا واحد طلع برا وسوى له فرد مكسورة بالشارع، الناس تقول الله يلعن أبوه، أنت اللي سببت لعنك. بعض الأماكن كاتبين أنه لا ترموا القمامة هنا، واللي يرمي القمامة الله يلعن أبوه. فالتربية مسؤولية الرجل. طبعا أصول التربية ثلاث، ما أريد نتوسع في هذا الجانب. الأمر الأول حسن العلاقة بين الزوج والزوجة، علاقتك جيدة مع زوجتك هذا نموذج لأولادك. أما إذا بالبيت يومي عركة ويومي صياح ويومي أعوذ بالله ضرب، أولادك خوش تعلمون من عندك. مرة شفت واحد كنا مدعوين على عشاء، إيده مجروحة بالشقة، قلت له بالمزاح شنو متعارك ويا مرتك؟ قال إي. قلت له ليش؟ قال والله جيت للبيت وقالت لي بارحة وين شنت؟ قلت ذيك زوجتي. قلت له صدق متزوج؟ قال لا، اريد اذيها. قالت شنو؟ انت متزوج علي؟ قلت ايه. فقامت تتلاسن وياي، تلاسنت وياها، شلت ايدي وضربتها. قلت ليش؟ ليش ضربتها؟ قال مو ابويا كان يضرب امي. لطيف، المعلم ماله ابوه والابو كان يضرب امه. الحسن العلاقه بين الزوج والزوجه، شوف العلاقة بين أمير المؤمنين وفاطمة، هذول نماذج لنا. ما يصير تقول ذاك علي وهاي فاطمة، صحيح
بس هم قدواتنا، لازم نتعلم من عندهم. يعني الإمام علي يقول يا ابنة رسول الله، دائما يخاطبها ابنة رسول الله، يا أبا الحسن، تقول له فاطمة، احترام متبادل من الدرجة الأولى منذ البداية. هسه اكو فرد واحد يهين مرتبة، مختلف أنواع الإهانة بلا سبب، ويكيف أيضا. ليش؟ لأن يريد يبين فحولته، قوته، سلطته على هاي المستضعفة المسكينة أمامه. روح هاي قوتك طلعها بالطاغوت، أوقف أمام الطغاة في هذه الأرض، مو على هاي المسكينة. يناديها نداءات مو جيدة، مو حسنة. أصلا مستحب الإنسان ينادي الشخص بأحب الأسماء إليه، سواء كان صديق أو أبو أو ابن أو زوج أو زوجة. شنو اللي هذا يحب تقول له أبو فلان؟ قل له أبو فلان. إذا أكو اسم عفوا ما يرتاح إلا لتجيبه. قال فرد واحد كنت قاعد في مضيف شخص، بعدين شفت هذا ينادي، ينادي شنو؟ يا هوشة يا هوشة. قلت ايش بيه هذا؟ هوشة يعني البقرة. قلت له لمن تنادي؟ قال مرتي. مرتك سميها هوشة. فأنا قلت له أدري، إذا المرأة هوشة الزوج شنو يطلع؟ ثور. ليش تسب نفسك؟ خليك عاقل. الأخلاق الطيبة بين الزوج والزوجة من أصول التربية، لقمة الحلال من أصول التربية، لأن الحرام يؤثر على الأعقاب. فلوس الحرام والحلال مو مهم عنده، ياخذ منا ومناك، يسرق لك وطن، شركات، عادي عنده، ده ياكل تفاح وبرتقال. بس إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذا في عقابك يستمر. ليش احنا نلعن بني أمية قاطبة؟ عاشوا على الحرام من عهد الجاهلية، كانوا يعيشون على السلب والنهب وسرقة الأموال والدجل على الناس، فهذا استمر فيهم، صاروا مجموعة من اللصوص والقتلة وأكلت أموال الناس، ثم رماهم الله عز وجل في مزبلة التاريخ